صراحة التزام إنساني كبير، يعني بعض وقت تكون مجهد متعب، تشوف مريض قد يتعب أو على نهاية الدوام أو كذا، تضطر إنك تجلس. بس هو بالأول والأخير هو جانب إنساني. إحنا بالنسبة للمهاجرين نقدم خدمة استشارات وعلاجات، يعني يجي المريض يشكي لنا حالته، نسمع قصته إيش المشكلة، إحنا ممكن بعض وقت من العلاجات اللي متوفرة معنا نساعده. وبعض حالات ما نقدر نقدم له العلاج وإنما نقدم له تحويل إذا حالته الصحية تعبة جدا، يحتاج فحوصات، يحتاج استشارة أخصائية وكذا، نحوله للمستشفى. وممكن بعض الوقت المريض ما يحتاجش، يعني بس نطمنه تطمين. في وجاء الليل الزكمة، النهر ماشي، يوم البرد يوم يوم في الوجعة، وهذا يد وهذا يد، الشمال اليمين وفي وجعة، الكلاب في وجعة بالنهار ليل، هنا واصل يوم 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 هكذا. الدكتور يدينا حبوب، بعدين يشرب الحبوب إلى ما بخير وباسلين بالليل ويمسح، بعد يمسح باسلين والملح فوق باسلين، ان شاء الله بعدين بخير. عدنان اشتكى من زكام وسعال وشويه حمى، حمى خفيفه، يعني اعراض التهاب تنفسي علوي، الجهاز التنفسي علوي. طبعا اعطيناه مسكن، المسكن هذا وكمان في حق الزكام هنا، بس مع الحميه بشكل عام. اسباب الحمى ممكن تسبب الم بالمفاصل، تسبب الم في العضلات. الخدمات اللي تقدمها العيادات المتنقلة هي مجانية، وبالتالي أي مريض مثلا ما يقدر يروح للمستشفى، ما يقدر يشتري علاج، ما يقدر كذا، إحنا نستهدفها مولا. فلما أنت تعالج هذه الحالات في الشارع، أنت تخفف الضغط على المستشفيات الكبيرة.